سعيد جدا بالتواجد في المغرب لقد قمنا بلقاءات مميزة ومعمقة من شأنها النهوض بمشاريع مشتركة وكذا العمل بوتيرة أسرع هناك العديد من الأشياء التي يتوجب علينا القيام بها فيما يتعلق بقطاع النقل واللوجستيك خاصة الاستثمارات في هذا المجال والتعاون الثاني سيضمن إمكانية التقدم السريع بهذه الاستثمارات طلبنا من أطقمنا أن يعملوا في هذا الاتجاه وهذا الاتفاق سيهم جميع أنماط النقل وأيضا كل ما هو يتعلق برقمنة النقل بلدينا وأنا واثق أن هذه الاتفاقية ستعطي دفعة قوية للتعاون بين البلدين